فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع. وقالت المنظمة في بيان إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم، بزيادة 3 عن العدد الذي سجل في 12 من يناير. وأشارت إلى أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل، وهما B1 الذي رصد في ولاية أمازوناس، واكتشف أيضا في اليابان لدى 4 أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر. تابعت حاليا أيضا أنه لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة، لكنها أشارت إلى أن خصائصها الجينية المشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا أيضا بتتطلب دراسات أخرى. وفي نفس السياق، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 96,200,000 مصاب حتى صباح اليوم. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 96,158,000 حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 53 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من 2,057,000 حالة. وتتصدر بالطبع الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، وتليها الهند والبرازيل، ثم روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك، ثم بولندا وجنوب أفريقيا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم أيضا من حيث أعداد الوفيات، وتليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تقدر هنا الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات. عبر الهاتف ينضم إلينا من لندن دكتور محمد الحاج، الباحث في كلية الطب جامعة كارديف. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكي، تشرفنا. أهلا. عايز أبدأ مع حضرتك من هذا الخبر المتعلق بمنظمة الصحة العالمية والنسخة البريطانية، والحديث عن أنه حتى الآن لم يعرف أو لم يتم التعرف على مدى خطورة هذه النسخ المتحورة ومدى انتشارها أيضا. بماذا تعاقب على هذه الإخبار؟ صباح الخير لك ولكل الأستاذ المشاهدين. فقط للتصويت السريع، أنا أتحدث من مدينة كارديف حيث أعمل، كارديف عاصمة ويلز في المملكة المتحدة. تحديدي هنا على هذه السلالات المتحورة أن السلالة البريطانية التي ظهرت في الجزء الشرقي جنوبي من المملكة المتحدة، والتي كانت أكثر انتشارا ب 40 حتى 70% مقارنة مع السلالات الأخرى. طبعا هذه السلالة كانت متهمة بأنها زادت نسبة الإصابات في منطقة لندن ومنطقة جنوب شرق المملكة المتحدة وإنجلترا تحديدا. هنا فيما بعد لاحظنا أن هذه السلالة رصدت في عدة مناطق من العالم، والآن وصل عدد هذه الدول التي تم تقصي السلالة فيها إلى حوالي 60 دولة. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا شهدت هذه السلالة البريطانية المتحورة في أكثر من 8 ولايات. ما نقول هنا حتى الآن عن هذه السلالة المتحورة الجديدة أنها أسرع انتشارا 40 حتى 70%، وهذا يتطلب إجراءات تباعد اجتماعي مع إجراءات عزل عام أكثر صرامة وأكثر شدة حتى نتخطى هذه المرحلة. طيب، وأكثر خطورة؟ أخرى. بالنسبة للأعراض السريرية حتى الآن ليس هناك فرق كبير في الأعراض السريرية. فما شاهدناه في السلالات العادية التي ظهرت أولا في الموجة الأولى من جائحة كورونا، نفس الأعراض السريرية تقريبا التي نشاهد هنا. ومن المبكر هنا رصد الأرقام التي تتعلق بالوفيات، لكن ما نقوله أنها أسرع انتشارا، بالتالي سرعة الانتشار هنا تعني زيادة في عدد الإصابات وزيادة في أرقام الوفيات.
هناك سلالات اخرى كما تفضلت وذكرت في تقريره، السلاله الجنوب افريقيه مثلا هي ايضا سلاله سريعه الانتشار، ازدادت عدد الاصابات مع ظهور هذه السلاله الجديده هناك من 3000 اصابه في اليوم حتى 10000 اصابه. نعم. البرازيل سيدتي الكريمه، حتى انوه هنا، البرازيل كان هناك سلالتين، سلاله اولى ظهرت في الجائحه الاولى ورصدناها هنا في المملكه المتحده، وسلاله ثانيه حتى الان لم تصل الى المملكه المتحده ولكنها بالتاكيد اسرع انتشارا. طيب، لكن الحديث في ظل وجود الآن حملات التطعيم في الكثير من الدول، والحقيقة أنه في دول ماشية بخطوات سريعة في هذا القطاع أو في هذا المجال، هل هنا الوضع بيختلف يا دكتور؟ يعني كان في بعض كمان التصريحات المتضاربة من بعض المحللين ومن بعض الأطباء متعلقة بمدى فعالية اللقاح على نسخ متحورة من فيروس كورونا. حتى الآن لا زالت اللقاحات التي أظهرت فاعليتها وجربت في المراحل السريرية المتعددة وصولا إلى المرحلة الثالثة، هذه اللقاحات حتى الآن قادرة على التعامل مع الفيروس. وحتى الآن لا توجد تحورات كبيرة في الفيروس تستدعي تطوير نسخة جديدة أو شكل آخر من هذا اللقاح. أود أن أشير هنا كما أشير دائما في كل المقابلات أن فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وحتى الآن طرأ عليه أكثر من 4000 تحور أو طفرة، وسيكون هناك المزيد والجديد من هذه التحورات وهذه الطفرات، وهذا أمر معتاد وطبيعي في عالم الفيروسات، ولكن حتى الآن قادر على التعامل بكفاءة مع ذلك. إذا سألتيني سؤال عن عودة لسؤالك عن حملات التطعيم أو حملات اللقاحات، نسعى دائما بالوصول إلى نسبة 70% من المجتمع التي تتلقى التطعيم وتتلقى هذه اللقاحات. صحيح. التوازن مع إجراءات العزل العام والتباعد الاجتماعي في السيطرة على الجائحة. شكرا جزيلا من كارديف دكتور محمد الحاج علي، الباحث في كلية الطب جامعة كارديف، شكرا جزيلا لحضرتك.